حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار السيد خالد علي عبد العزيز، المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. أهلا بك في نشرة الأخبار. مرحبا. طبعا في البداية نتحدث اليوم عن قانون التقاعد الجديد الذي يعني دخل حيز التنفيذ. نتكلم عن أبرز الإصلاحات التي طرأت على هذا القانون. طبعا الإصلاحات تناولت القطاعين، القطاع العام والقطاع الخاص. أبرز الأمور اللي حدثت في القطاع الخاص هو تمديد الفترة لاستحقاق المعاش التقاعدي بالنسبة للمرأة. نعم. سابقا كان 15 سنة، اليوم صار مع تطبيق القانون الجديد 20 سنة، في عبارة مساواة ما بينها وما بين الرجل في الوضع الحالي. طبعا الأمور الثانية اللي ممكن طرأت في التعديلات الأخيرة، طبعا تعديل السن بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون 60 سنة، سابقا كانت 10 سنوات، حاليا أصبحت 15 سنة. بجانب إصلاحات أخرى تم إدراجها تعلقت بتعديل قيمة الاشتراكات ورفع نسبتها. أمور ثانية تناولت القطاع العام وهي اللي فيها يعني تغييرات لبعض الأسباب الخاصة بانتهاء الخدمة، حيث في بعض الأسباب كانت المدة المؤهلة للمعاش التقاعدي تكفي 15 سنة لاستحقاق الشخص الراتب التقاعدي، والأسباب هي مثلا إلقاء الوظيفة، الفصل بغير الطريق التأديبي، عندنا الحكم القضائي، الفصل التأديبي. هذه كانت في السابق 15 سنة، اليوم صارت 20 سنة. أما الاستقالة الإرادية العادية فهي ما فيها أي تغيير، ظلت هي 25 سنة ما عدا الاستقالة الإرادية لبلوغ 50 سنة. نعم. كانت في السابق 15، أصبحت مع القانون الجديد 20 سنة. نعم. كما طرأت تغييرات جوهرية في القطاع العام فيما يخص المدد الاعتبارية، وكذلك في القطاع الخاص. المدد الاعتبارية اللي نقصد فيها المدد التي لا يسدد أصحابها اشتراكات عنها، طبعا مع القانون الجديد هذه لقت وغير موجودة. نعم. إذا عندما نتحدث اليوم عن هذه الإصلاحات نتحدث، يجب أن نتعرف على أهمية هذه الإصلاحات التي طرأت على قانون التقاعد. نعم، هي الأهمية تبرز يعني لو بنشوف احنا التحديات اللي تمر فيها الصناديق على مستوى العالم كله، وبشكل خاص على مستوى مملكة البحرين، فرضت واقع تطلب معاه أن يكون هناك إصلاحات فورية الهدف منها ضمان استدامة الصناديق في الوفاء بالتزاماتها. نعم. ومن جانب آخر الحفاظ على مكتسبات وحقوق المشتركين. نعم. إذا سيد خالد، كيف سوف يتم التعامل مع الطلبات القديمة طبعا ومتابعتها من خلال برنامج خطوة؟ برنامج خطوة هو يعني جميع المشتركين فيه يخضعون لأحكام القرار 39 لسنة 2014. نعم. والخاص بالتأمين الاختياري لأصحاب المهن الحرة والمشتغلين بأعمال خاصة. طبعا جميع هذه الطلبات اللي تقدمت للهيئة، وكما صرحت سابقا الهيئة اليوم تعكف على دراسة جميع الطلبات. نعم. للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، ومن ثم يتم النظر في الاستحقاق والاحتساب إذا كانت الشروط جميعها مستوفية. طبعا هني نأكد أن جميع الطلبات اللي تقدمت لنا قبل سريان هذا القانون. نعم. لهم الحق في تطبيق القانون القديم على أوضاعهم في حال تم التأكد من أن جميع الشروط المتوفرة مستوفية في طلباتهم. في ختام هذا اللقاء نشكر السيد خالد علي عبد العزيز، المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. شكرا جزيلا لك. حياكم الله. شكرا.